حياكم الله أحبتنا مشاهدي قناة سامراء الفضائية وبرنامجكم الأسبوعي خيمة أو قصيد، مثل ما عودناكم دائما وأبدا بالتجوال المستمر في محافظاتنا العراقية بحثا عن المواهب الشعرية. ومثل ما أشرنا في الحلقة السابقة، حطت رحالنا في محافظة نينوى وتحديدا مدينة الموصل الحدباء، مدينة الإبداع والمبدعين، مع ضيوف هذه الأمسية اللي إن شاء الله من خلالهم راح نستمتع ونستمع لأبيات القصيد الجميلة. اليوم من الأشياء الجميلة أن يرافقنا الشاعر التركماني أحمد اليعقوب، وأكيد راح تكون هنالك أشعار باللهجة التركمانية، وأيضا رافقنا الشاعر عمر الشرابي والشاعر عبد السالم لويزي. حياكم الله ضيوفي الأعزاء ويا مرحبا بكم. حياك الله. وحيا الله أخونا الشاعر التركماني أحمد اليعقوب. الله يسلمك، الله يعافيك أستاذ محمود، شرفتنا بهذا اليوم، حياك الله. الشرف على الرأس، الله يسلمك. احنا طبعا حقيقة نعتز بكل أطياف عراقنا الحبيب، من أهلنا الأكراد، أهلنا التركمان، أهلنا المسيح الصابي المنداء، كلنا احنا إن شاء الله أبناء لهذا الوطن، وهذه الأطياف هي اللي جملت وطننا الحبيب، وحقيقة محط اعتزاز وفخر اللهجة التركمانية. الله يعزك. حقيقة احنا إن شاء الله من خلالك بهذا اليوم نحب نوصل للسادة المشاهدين، احنا نعرف اللهجة التركمانية ونفرقها عن باقي اللهجات، بس انه من خلال القصيد هاي ما سامعينها. صحيح. فان شاء الله اليوم من خلالك وسمعنا يا حبيبي. واحنا نشكر قناة سامرة، اعزك الله، يعني مرات احنا نطلع على كركوك التركمانية، تستضيفنا كركوك او اسمه، بس اول مرة يعني استضافة تكون من قناة سامرة وهي سباقة لهذا الشيء. احنا نشكركم شكر جزيل. هذه قناة العراقيين، هي الكل. العراقيين ككل، هاي يعني هذا شعور حسيت انه ماكو فرق. أكيد. انه واحنا نكتب شعر، بس بدايات يعني اريد اعرف نفسي انا. نعم. الشاعر احمد اليعقوب من الموصل، من سكنة الرشيدية. تعرف الرشيدية أغلبها تركمان، ما شاء الله، شريخان والقبة، يعني الموصل تقريبا تلعفر، يعني السلامي، يعني احنا نعرف الموصل العراق مصغر. مصغر بالضبط. نعم، كل أطياف. نعم نعم، يعني بالضبط. يا حلاكم، الله يديم الشمل إن شاء الله. يا الله يعزك. واني منتمي طبعا احتضنتنا يعني شعريا ومعنويا. نعم. جمعية الأدباء الشعبيين فرع الموصل، يعني احنا التركمان. نعم. نكتب شعر تركماني، مو بس انا، يعني اكو عدد يعني لا باس به من الشعراء التركمان. نعم. كنا يعني احتضنتنا جمعيه الادباء الشعبيين بالموصل، يعني من خلال يعني مشاركاتنا، او مثلا هو الشعر التركماني ما يختلف عن الشعر، هم وزن وهم قافيه اي نعم. بالتالي هو اصلا الشعر هو ثقافه الشعوب. نعم. فهو حتى في المجتمعات الغربية عندهم هذه ثقافة أدبية يعبرون عنها كتابهم، فبالتأكيد هم أهلنا التركمان، بالتالي هم عراقيين. نعم. والعراقي لابد أن يكون عنده في رأس الهوية الأدب. نعم. والثقافة والأخوة. وأكيد هذه منتهي منها احنا، أنا يعني قلت لك في بداية حديثي احنا كلتنا أهل. نعم. وهذه قناة العراقيين، ماكو فرق، بالعكس هذه محط اعتزاز انه اليوم شاعر تركماني راح ان شاء الله يوصل لنا هذه اللهجة وهذه الأبيات الشعرية الى كل أهلنا المشاهدين، ونسمع بالتركماني وبعد ترجم لنا للعربي ان شاء الله. ايه اخوي احمد. يترسن ظلمي لما يترتشط اراقم يترقزم بغلما يتر كسم قنادم سند يدم درمانم چختي سنبانم دردم سخلتدن وفاسız قربخ نولدو بو حالم هر سيوان بو زماندا هر سيوان بو زماندا داغلدو مانم كيمن يوخسا يلغوز داغلıyam داغدان داغ oldu داغım avçıydım اول زمان avçıydım اول زمان avaydıydım kuşları Derdiden kocaladım, öz doğruya men düştüm. Ölsem, ölsem yarın dağından, koy kefenimi tiksin. Ölsem yarın dağından, koy kefenimi tiksin. Gece gündüz beklesin, salmasın hiç mezarım. Salmasın hiç mezarım baba bir gün. Yaradan, siz de sapın, yere den. Men dedim yarım ağlar, ürekdeki yaradan almasam men yarımı, meni ödür yaradan. Yaradadı, gülbağ kökü yerdadı, rakıp sen de sal meni, menim aşkım yardadı, aşka evvel düşmeyen,
هيتش دئماسن يرى دادا. اترجم لك اياها قبل ما ترجم لي اياها بالتركماني شلون نقول احسنت؟ صاغول صاغول عشت يعني صاغول عشت وصح الله لسانك واحسنت وما فهم شيء. فهسه ترجم لي بالعربي. هسه اترجم لك بالعربي صاغول مره ثانيه. يا اخوي احمد شكرا استاذ محمود الله يعزك. هي تعتبر محاكاه عن الحبيبه. نعم انه يعني الجرح انه حب انه يعني اثنين عشقوا بعض ما بعضهم وتفرقوا ظروف صارت تفرقوا فيعاتبها يقول لها يعني فوق هذا الحزن مالي انت تجين تزيدين حلو الهاي علي واما احنا نكتب خور ايش اسمه خوريات يعني مثل هذا مش مقارب للعبوديه. احنا عندنا الابوديه الابوديه احنا نكتب مثلا هسه مقارب من حيث الوزن يعني من حيث الوزن ومن حيث حتى المعنى يعني هنا تنطثت نهايه الجناس يعني جناس في ثلاث معاني. اي نعم يعني مثلا يردن سزد سابن يردن يعني هنا تقول مثلا يردن يعني يرى القاع. نعم دن حب سزد سابن يردن يعني ازرعوا بالقاع حب. طيب المعنى الثاني يقول من ديدم يارو مغلر يعني أنا قلت حبيبتي تبكي إراق داكي يردن يعني من الوجع اللي بالقلب. شوف هنا تغير الجناس صار القلب يردن. المصا من يارمو إذا ما أخذ ثاني حبيبته حبيبتي ما نقدر يردن. هنا يردن يعني الخالق الله يعني إذا ما أخذت حبيبتي خلي يموتني الله. أمور طويلة إن شاء الله. صح الله يسلمك. وصاغول مصاغول. صاغول ليه محرر. شكرا لك. أما جبت الحلقة راح أعلمك تركماني. الله تعيش والشرف أكيد أخونا الشاعر التركماني. الله يسلمك. بارك الله فيك. يا الشرف. نحول المايك لأخونا الشاعر عمر الشرابي. حيا الله أخوي عمر. حياك الله أستاذ محمود. يا هلا ويا مرحبا. وخطوة عزيزة. عزك الله. أهلا بكم ضيوف أعزاء في مدينة الموصل. حياكم الله. يا هلا ويا مرحبا. أخوي عمر سمعت الشعر بالتركماني؟ نعم. حلو حلو لهجتهم حلوة والله. صح لسانك. بالله أنا هذه اللهجة سامعها بالتلفزيون هذه المسلسلات التركية اللهجة التركمانية حلوة مرد على الدار وما قالت. نعم الله يحفظكم إن شاء الله. صحيح. أنت راح تروح لنا إنجليزي ولا عربي؟ لا عربي. العربي الجلفي نريده. نعم ما لهلنا على هالزي العربي نريد الجلفي مال ربعنا. الله يعزك. يلا لك الاختيار يا أخوي عمر. قصيدة اجتماعية. اجتماعية طبعا القصيدة هاي طلبت في أكثر من مهرجان يعني واخذت صدى واسع واليوم همين انطلبت مني يعني القصيدة هذه من قبل داعك. الله عزك ما عليك زود من قبل الأخ الشاعر المبدع محمد المهنة. نعم ف... أخونا محمد. المغرب رجع من الشغل تعبان. المغرب رجع من الشغل تعبان. المغرب رجع من الشغل تعبان. اي من الاذان كان الشغل للاذان. اي والله اشتغل نوم التعب من دون حبة نوم. اي نعم واخذ صاحبنا حبه وهو مو دريان. الله من المغرب من المغرب. المغرب رجع من الشغل تعبان. اي من الاذان كان الشغل للاذان. اشتغل نوم التعب من دون حبة نوم واخذ صاحبنا حبه وهو مدريان. المهم نقول خلصت من زوجها ونام بس ظلت تناطر نوم الجيران. المهم نقول خلصت من زوجها ونام بس ظلت تناطر نوم الجيران. نص الليل والشارع يغط بالنوم اتصلت بالحبيب اللي انتظر سهران. قالوا شلونك حياتي هلا وش تريدين ش تريدين شنهش وبعد زعلان مو زعلان بس مالي خلق مديون وما اعرف بعد بيش اصرف الديان. ما عاش اللي يغثك بس تعال اليوم وترجع اوعدك متونس وفرحان. تعالوا عندي محبس هم اقول مباق. الله الله. تعالوا عندي محبس هم اقول مباق. يرخص كل شي لك غير انت عز انسان. نعم. وجا ونزل عقلهم كلهم بلحظات
وذلت كل اهلها شيوخ والشبان، باطل. ذيك الليله حايط لفظ لفظه سوء، ومن يسولف الحايط تخجل البيبان. القمر من شافهم غطى الوجه واندار، كره وجه الخيانه ولعنه النكران. الشمس حلفت بعد ما تطب هذا البيت، الشمس عفه ولا تطلع الياهو تشان. بس تراجعت فكرت بالمخدوع، العلني يعيش الصافي والماخان. القعد بعد الجريمه الغبشه حتى يروح، ولقاها تصلي فجر وتقرب القرآن. الله. انعجب بالموقف وقبلها من الراس، افتخر بيها لأن حاسبها عدها إيمان. من ينام الرجل عفتك هم تنام، بس باشر ترى محصولك الخسران. اكو عليسرى واحد ما يعرف النوم، ويكتب كل شبد ما يعرف النسيان. خنتي الزوج، خنتي الزوج انت والله تنجازين، بس الغاثني سميتش ام فلان، بس الغاثني، بس الغاثني سميتش ام فلان. وسلامتك، صح الله لسانك، صح بدنك وانت عايش. وتسلم يعني اخوي عمر الشرابي، حقهم اذا طلبوها منك في المهرجان وطلبوها منك في ما عليك زود، الله ولو طلبوها منك الف مره هم ما عايدين عليك. الله يعزك حقيقه، اختيارك لهذه الموضوعيه بهذه الحبكه وهذه الجماليه كل شهادة الشكر لك على ابداعك، شهاده اعتز بها، الله يعزك. وتسلم حقيقه، الله من اجمل ما يميز شعرائنا حقيقه في محافظه نينوى ان يختارون في بعض الاحيان موضوعيات رغم كثرة الألم عندما نسمع هذه الموضوعية الواقعية اللي صارت للأسف في أكثر من مرة، ما نعرف شنو السبب، لكن نقول من بوابة الإصلاح الشاعر يختار هذه الموضوعية الهادفة، حتى نقول عسى ولعل إن شاء الله اللي يكون في هذا الاتجاه أن يعدل من هذا الطريق ويتجه نحو الطريق الخطأ. أحييك واشكرك مره ثانيه اخوي عمر الشرابي، بارك الله بك. نروح لاخونا الشاعر عامر الويزي، عبد السالم الويزي، حياك الله اخوي عبد السالم. تحيا ودوم استاذ محمود، يا هلا ويا مرحبا، حياك الله انت وجميع الكادر. يا هلا يا هلا بالطيبين بنينا ومدينتكم الثانيه ان شاء الله، وحياكم الله. يا اهلا وسهلا، عزك الله اخوي عبد السالم، هللتم اهلا ووطئتم سهلا، حياكم الله. منك يا اخوي العزيز. اخوي عبد السالم، انت سمعت القصيده تبع اخونا عمر والموضوعية حقيقة اللي نقول على الجرح. نعم. هذا الوقت وهذا المطلوب من شعراء. اي نعم اي والله، الشاعر لازم يختار هيك موضوعية الغاية منها إصلاح، ما تنفع سادة وإن كان بأضعف الإيمان واللي هو اللسان. الشعر يجب أن يكون رسالة يعني. نعم. هي كانت قصيدة أخوي أبو ضياء رسالة. اي والله، فان شاء الله تصل هاي الرسالة، وان شاء الله ان شاء الله احنا نحييكم شعراء نينوى على هذا الإبداع. فأكيد يعني احنا قلنا من عمر لعبد السالم وكلهما بالفخر قائم ان شاء الله وبالابداع. ما عليك، فايش راح يسمعنا يا اخوي عبد السالم؟ والله يا سمعك، هي معاناه قصيده، معاناه شريحه كادحه، ولا وهي العامل، الله، العمال اللي ما حد ملتفت لهم، اللي ما حد ملتفت لهم غير الشعراء نقول. احنا كون احنا امين عمال يعني، ف الله الله الله، الله. هذا عمل شرف، شرف ان شاء الله، هذا يسوالف فاسد. نعم. هذا العمل شرف. فاقول عامل، اي، وانت المعمر بيوت الناس، عامل عامل وانت المعمر بيوت الناس، ويوميتك ابد ما تشبع اطفالك ابد، وعلى قد التعب لو تاخذ انت فلوس، اي، كان بقد همومك صارت اموالك. اي والله، عامل وانت المعمر بيوت الناس، ويوميتك ابد ما تشبع اطفالك، وعلى قد التعب لو تاخذ انت فلوس، كان بقد همومك صارت اموالك. الله الله، خشن شفك، اي، كثر ما نعمت حيطان، الله، وخشن شفك معاول خشن بافعالك. صحيح ان عوج ظهرك بس عدلت دروب، عدلت احوالهم بس مالت احوالك. المنجل من تقوص ظهرك من الضيم، يحس روحه عدل من يوقف قبالك. تضبط سقوفهم لان الشتم اذيك، لان سقفك يخر ومبهدل عيالك. يل سقفك يخر حتى اكثر من الغيم،
واكثر من مياه الغيم بدالك بدالك يلسقفك يخر حتى اكثر من الغيم واكثر من مياه الغيم بدالك ما تلقى الذي دينك اذا تحتاج نعم بلا راتب طحت بس ما شخص شالك القعد ايجار يعرف سرعة الايام كان عايش ابو الايجار ينبابك من حيلك تظل تشيل وتنطي الناس وقفوا على الالف من حسبه وحسابك يا ابو عست النفس يا المات مد الايد رغم عوزك ثجيل وبايع خشابك تصلح لهم امرهم رغم حالك ضيج ترقع ثيابهم ومشقق ثيابك ترى هذا الوطن انت الذي بانيت شرف شعره منك كل شخص عابك الله السلام. الله الله احسنت اخوي عبد الستار احسن الله مقامك استاذ بارك الله بك حقيقه موضوعيه اجمل الموضوعيه الله يعزك ما شاء الله على هذا الابداع راح نبقى مستمرين وياكم احبتنا المشاهدين مع ضيوفي المبدعين ومع اخونا ايضا الشاعر التركماني احمد يعقوب اخونا الشاعر عمر شرابي واخونا الشاعر عبد السالم الويزر نروح الفاصل ونعود مع ضيوفي المبدعين خليكم ويانا Thank you.
تزاحم من جفاهم شوف عن يا ولو تزاحم من جفاهم شوف عن يا با يا جدام معاهم زير معاه حياكم الله مرة ثانية أحبتنا مشاهدي قناة سامراء الفضائية وبرنامجكم الأسبوعي خيمة وقصيد مثل ما شاهدتم قبل الفاصل. هذا الحجم الكبير من إبداع ضيوفي الأعزاء، كل من الشاعر التركماني أحمد اليعقوب والشاعر عمر الشرابي والشاعر عبد السالم لويزي. حياكم الله مرة ثانية ضيوفي الأعزاء، ونعود لأخونا الشاعر التركماني أحمد اليعقوب. حياك الله يا أخوي أحمد. من قالي حيا أخوي أحمد؟ ودي أسأله قبل ما نروح لقصيدة أخرى، أنت تكلمت قصيدة حلوة باللهجة التركمانية، وأنت منتمي إلى منتدى جمعية الأدباء الشعبيين، إلى جمعية فرع الموصل. نعم. يعني أكو تحضر مهرجانات؟ أي نعم. المهرجان تقرأ بالعربي ولا بالتركماني؟ والله أروح كمستمع. أي، لأن تدري المهرجان من يقام باللغة العربية. باللغة العربية أنا هذا فأستفاد يعني من الشعراء اللي يقدمونه يعني. أها. اما الشيء التركماني يعني فاحنا عندنا مثلا اكو صركم اماسي لاهلنا التركمان. نعم، عندنا مثلا احنا جمعيه الادباء الشعبيين فرع التركمان فرع الموصل. نعم. احنا ايضا مجموعه من الشعراء عندنا جلسات نقعد، ومره من المرات ايضا يعني صارت امسيه حلوه يعني من استدعينا، اخذت رخصه من جمع استاذ ابراهيم السليفاني واستاذ صدام السحل، حياتنا وكبار الشعراء يعني شاركوا، سوينا امسيه عندنا هنا. أي. يعني بالمنتدى مالنا، وطلعنا شاعر تركماني وشاعر عربي، شاعر تركماني وشاعر عربي، صارت امسيه حيل جميله يعني. فعندنا يعني تخالط، وانا اقول لك هم جمعيه الادباء الشعبيين هي اللي تبنت الشعراء التركمان. نعم صراحه. اما يعني يحسب لهم اكيد هذا شيء ايجابي. نعم ان شاء الله، ويا رب ان شاء الله من تألق الى تألق.
راح نسمع ايضا بالتركماني ان شاء الله. يلا نسمع والترجمه لك بعد واحنا نقول لك صاغور. هاي القصيده راح اترجمها قبل ما اقولها لان بها قصه. حتى اقول لك صح الله لسانك قبلها صاغور. يلا تمام. هاي كان عندي ابني عمره 16 سنه فقدته. فقدته نتل بالكهرب بالجامعة كان ينظف رحمه الله. فتأثرت بيه حيل فكتبت هاي القصيدة لوا. عاد عاتب القدر يعني أقول يعني ابني تو لحق وتو كبر توني قمت الله يعينك الله يصبرك قمت أشم يعني ريحته تو شاب وهاي أنت جيت أخذته مني ليش وعاتب ابني أقول ليش رحت وما أخذتني وياك. الله يسلمك. فيعني هي قصة يعني قصيدة بقصة جميل. الله يبارك بك الله يصبرك يا أخوي أحمد. الله يسلمك. قدر أرضي يا ورمو قدر أرضي يا ورمو يتر الما يا رمو دشمن صيسن بلمجة يتر أزدي حالمو على ما جنش شخي ما نم جنم غملد أج دكتور بخ أرقة içinde أه دولدو جل كمن يا ورم واردو Boş koydu kucağımı, mum kimin koydu yanım, yandırdı cigarımı, ağlamakla sen dönsey, seperem, hum kanımı, gittiysen sardı beni, yaslı koydu başımı. Öyle yavrum gidelim, öyle yavrum gidelim, dünya karanlık oldu, ana ağlar konşular, çocuk ehlini saldı. 16 yaşındadı. 16 yaşındadı. Çiçek kimin açıldı? Ağla bağ, ağla güller. Babay beli kırındı. Bele gitti hey yavrum. Bele gitti hey yavrum. Anam babam demedi. Beni koydu hey yavrum. Beni koydu hey kader. Yavrumla aparmadı. Demedi anam babam. Demedi anam babam o tırpağda gömüldü. Hasret çeksem ne fayda? Çağırdım, sen dönmedi. Allah rahmine gitti. Allah rahmine gitti. Hiç beni incitmedi baba bugün. Karış karış besledim. Beşigiyi beledim. Aldı seni bu kadar. Kırındı ki kanadım. Tikense, tikme çabuk. Tikense, vazgeçmenem. Ben seninleşte kanım. Tükense kaşlar var, kuşlar var, gül bağında kuşlar var. Yarım valla bilmiydim böyle sende kaşlar var. Allah'ı sabrak. Allah'ı selmek. İnşallah Allah'a cehl meskine el cennet. Allahümme amin. O hâzâ min ahed şurut ve kâzil islami. Nûmin bil kader khayr. Elhamdülillah. Allah'ı fadak inşallah. O mithil ma tercebetinne fi bidayet el hadith. İnşallah... يا رب ما تكون بابا بتحزن عليك هذه لا ان شاء الله يعني. هو الشعر متنفس يعني اكيد مرات الانسان من بس يحز علينا نشوف معالم الحزن عليك وانت تلقي هذه الابيات ما هي لان هاي ما من الخيال عيش ما اكو شعر مثل ما قال يمكن اخونا قبل شويه قال لا. اكو شعر مثلا من الخيال واكو شعر من الوجدان يعني تمام الله يحفظك ان شاء الله اخوي احمد ونعود مره ثانيه لاخونا الشاعر عمر الشرابي حياك الله يا اخوي عمر تحيا والدوم سلام واهنيك هذه مره ثالثه ومره رابعه ومره عاشره على الموضوعيه اللي اختاريتها في اول بدايتك للقصيد في هذه الامسيه الله يعزك وش راح تختار لنا من الموضوعيه هذه المره والله قصيده وجدانيه وجدانيه اقول بما انك قسمت وراح تنزفين بما انك قسمت وراح تنزفين إلك عندي وصايا من تروحيله خلنا نسمع الوصايا بما انك قسمت وراح تنزفين إلك عندي وصايا من تروحيله ولو ادري صعب نتقاطع انا وياك بس هذه فريضه عليك توفيله يا الله ولو ادري صعب نتقاطع انا وياك نعم بس هذه فريضه عليك توفيله بس لا تلبسي له اول ثوب شفتك بيه وعد هذا بعد شي يريد لبسيله الله لا تلبسي له اول ثوب شفتك بيه وعد هذا بعد شي يريد لبسيله واذا بكيتي علي وقال شنهش بيك
اشتاقيت الهلي وبكيت قولي الله الله الله. اذا بكيتي علي وقال شنهش بيك ايه. اشتاقيت الهلي وبكيت قولي له، حنيت الهلي وبكيت قولي له، اشتراك وباع فرح المشتري بدموع، شلع وبسعر نازل مال تعزيله، البلبل بالقفص من نار قلبه يصيح، غشيم اللي يحسبه قاعد يغني له، سنت الله ورسوله تقبل انا نظام، وتضيع احلامي كلها بيوم وبليله، يصير الفاتحة تنهجم بيها بيوت، هذا بياشر عقصبوش تصفيله، هذا بياشر عقصبوش تصفيله، ترى الأعمى ترى الأعمى عصاته تصير هي العين، إذا أخذوها من شباقة من حيله، مثل الصايبة تدعوة المظلوم، ما يرتاح قلبش ما أسويله، قعد حظي قعد حظه وبعد توه فتح العين، اجى شامت بصفه وقام لوليله، وبيت زهيري منقول الله. تحياتنا للي كتب الشعر اللي كتب هذا البيت، نسمع. يقول احلف برب الخلق هالكون ومسيره، اي للها احث جدم عدهم ومسيره، ومسيره والله لجمع عدد وامشيلها مسيره، والقح خلايا العقل كلها على جنابي، ولما انزفت اظن مجبورة لجنابي، يا صاح ادري انتهت وانطوها لجنابي، بس تشوي قلب تشوي لما تجي مسيرة، بس تشوي قلب تشوي لما تجي مسيرة، وسلامتك. الله احسن صح الله لسانك، صحة بدانك، شاعر متألق ما عليك زود، الله عزك. اتمنى لك ان شاء الله يا رب دوم الموفقية، الموفقية ان شاء الله للجميع، الله يعزك كل شعرانا المبدعين ابناء محافظة نينوى، ما شاء الله على هذا الابداع. نروح لاخونا المبدع الاخر عبد السالم الويزي، حياك الله. ما عليك زود استاذ يا اخوي عبد السالم، وايضا انت عند طرف لشريحة الشرفاء الاصلاء، شريحة العمل بمسمى العمال، فأني أجدت وأحسنت حقيقة لاختيارك هذه الموضوعية الهادفة، ونحن نطمع بك أكثر. والله إحنا حاضرين وبخدمة، الله يعزك. فشرح تختار لنا من هذه المواضيع الهادفة اللي ما شاء الله من خلالكم إن شاء الله توصل رسائل إيجابية للمتلقين. والله راح أقرأ تضامنا ويا أستاذي أبو ضياء، أنا للأمانة أستاذي أبو ضياء صاحب الفضل الأول والأخير أبو ضياء، ما شاء الله، فراح أقرأ تضامنا وياه. أقول خذوها بلا ضحك، هذا أكبر مشكلة عندنا تدري. اي والله اي والله، هاي مشكلة المجتمع الشباب يكون. اي والله اي، خذوها بلا ضحك عافت ضحكها وياي، خذوها بلا ضحك عافت ضحكها وياي، وما حبت الحنة وحنوا يديها بالغصب، وخذوها بلا نعم ما وافقت عصار، وتصب دموعها وما قالوا وش بيها. الله الله الله، خذوها بلا ضحك عافت ضحكها وياي، وما حبت الحنة وحنوا يديها، وخذوها بلا نعم ما وافقت عصارو، تصب دموعها وما قالوا وش بيها، ولا بالبيت قاعد من نغص بالزاد أعرفها بكت وأعرف مزعليها. الله 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 عليك، وأنا بالبيت قاعد من نغص بالزاد أعرفها بكت وأعرف مزعليها، أكثر من غرفتي ببال هسكن دوم. الله الله عليك، أكثر من غرفتي ببال هسكن دوم، ترى صفنتها باسمي ومن ينسيها، وبد ما مرة رحت لبالها ولقيت شخص غيري ولا حد قرب عليها، أنا اللي منطيها عمري وضحكتي ويا الروح، الخذاها من إيدي هسه شراح يمطيها، الله الله، ترى حلقتها كبرت بعد ثالث يوم وحيل تغيرت شنهم مبدليها. الله ترى حلقتها كبرت ايه بعد ثالث يوم وحيل تغيرت شنو من بدليها ايه، من تبرد قبل ايه ذرعاني تموزين ايه، الخذاها تحدى ما يقدر يدفيها، شنها بفاتحة شنها بفاتحة وتحتاج لمواساة، وكل ساعة يطب بطراني هنيها، العتب على الباع بنت مدري عش الراي، العتب على الباع بنت مدري عش الراي، ظلموها الثنين وما مقيميها، نعم نعم، مهرتي مهرتي اعرفها ما تخضع ابد للغير،
ولهذا بعدهم ما مروضيها. الله مهر تعرفها ما تخضع ابد للغير، ولهذا بعدهم ما مروضيها. سلامتك سلامتك اخوي عبد السالم، احسن الله مقامك الويزي، صح الله لسانك. يعني والله انتم صح بإبداعكم تتعبون المقابيل. ما عليك زود، ما عليك زود استاذ، ما عليك زود، دام الموفقيه ان شاء الله والنجاح لكم اخوي. ما عليك زود استاذ، واكيد يا رب نتمنى الموفقيه لاخونا الشاعر التركماني احمد اليعقوب ضيفنا العزيز. فنسمع صاغول محمود اغا. شلون شنو لازم اجاوب مكاني هسه؟ ما اقول لك صاغول كيفك، صاغول احمد اغا يا بعد راسنا. الله يسلمك، تعيش وتسلم. ابراهيم داطس من يغني يعني. اي احنا طبعا ابراهيم داطس احنا الشيخ بالعربي يقولون الشيخ، اي احنا بالتركي نقول اغا. اغا اي او بق بالتركي بق، لا بالكردي اغا، اي بالتركي بق بق، يعني انت مثل الشيخ او شيء الله كبير، شيء كبير يعني. الله يحفظك ان شاء الله، وانت كبيرنا بهذه الامسيه. الله يعزك. الله يبارك وعزيزنا. ونسمع منك كلمه قبل ما ان نختم، من خلالك اريد اوجه دعوه، نوصل الرساله لشعرائنا من ابناء القوميه التركمانيه بان قناه سامراء هي قناتهم، وبرنامج خيمه وقصيد هو برنامجهم، بامكانهم باي لحظه ان يشرفونا، احنا بخدمتهم. بارك الله بكم. وهي فعلا قناة سامراء سباقة، وهي القناة يمكن يعني الأولى، أني كشاعر تركماني ما شايف بالقنوات العراقية ككل يعني، أنه قناة مستضيفة شاعر تركماني أو كردي حقيقة يعني. إحنا ما الشمس ما تتغبى بغربال، هاي فضائيات ما ينزعل منها، هاي فضائيات. وأول مرة عن طريق جمعية الأدباء الشعبيين فرع نينوى أنا جتني الاستضافة من طريق أستاذ صدام السحل أبو محمد. محمد والله هو راعي الأول، شكرا جزيلا له، وشكرا لقناة سامراء، وشكرا لك شخصا الله يعزك محمود، وللمخرج وللكادر كله وللقناة. يعني أنه قدرنا نطلع شعر تركماني يعني. بالمناسبة يعني هسا إذا كانت مثلا أخواننا التركماني اللي ما يفهمون اللغة العربية كانوا ما مثلا يتابعون إيش برنامج، عن طريق هاي المشاركات راح يقومون يتابعون هذا البرنامج. وأنا أوعدك إن شاء الله كل ما تحط رحالنا إن شاء الله في محافظة نينوى راح نخصص حلقات خاصة لشعرانا. بارك الله بكم، اعتزازا وفخرا بكم. بارك الله بكم، كل الشكر والامتنان أخوي العزيز الشاعر التركماني أحمد اليعقوب. العود لعمر الشرابي وعبد السالم الويزي، مسك الختام. نخلي المايك بينكم ونحول للمساجلة، خلينا نشوف المبارزة بمسك الختام، وانتم ان شاء الله قمة الابداع والتألق. ما عليك زود الله. الزهير العتابة بكيفكم؟ أزهير المساجلة يومكم بالختام ونسمع. قبل المساجلة استاذ محمود نوجه تحية ونوجه شكر لاستاذ فراهيد الشعر صدام السحل ابو حمود، والله يستاهل ابو محمد. وايضا تحيه الاستاذي الاستاذ احمد الشرابي ابو وليد من خلال قناتكم الجميله. والنعم. فمحاوره زهيري بديت يعني اقول ما احب سواها وحق الواحد الدايم. حلو. ما أحب سواها وحق الواحد الدايم، وقمت تحجج أروح لدارهم دايم. الله الله، أريد لحجة. إيه من حقك. قمت تحجج أروح لدارهم دايم دايم. إيه. الصدر يزهى حلا مثل النبت دايم. الله الله. وانصار منها بعد يشوى الضوامر شاي. إيه. ويصير دمع نهر مثل الزغير بشاي. اصبعها طخ اصبع الام ونطتنا شاي، وجاب الثلاثه وراها وما قل الدايم. الله جاب الله الثلاثه الله وراها وما قل الدايم. فيرد ابو عمر. اي ابو عمر يا عبد السالم عندك ما تعجز، ثلاثه وما قال لها دايم. هو يقول ثلاثه. اي ثلاثه وما قال دايم. اي نعم. فاقول انا الكبير العقل يا ناس صبولي. حلو. مصيوب في حبهم والقلب صابولي. تمام. حبهم مسلح. اي وصد دلالي صبولي، لمن القذلة نزلت بيها النظر دايم دايم، وعيون عدها عجب سبحانها الدايم. سبحان الله. ان كان انت ثلاثة وما قل الدايم، اي ظليت اشرب لحد ما قوري صبولي. الله 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 الله. يا بقوري كامل خلص. ابو عمر. اي اي فأقول طعناه سيف العشق محد حصاهن بعد. نعم. وقلوبنا رهاف ما تحمل فراق وبعد أبد.
لو مرة صدفت وما شفنا النود بعيد ما كان نعيده أبد ويا القلب ما خلص. طيب العشق بلوة ترى مسعدل منه خلص. بالله أرد أسألك لمن القوري خلص ما ظل بنفسك لو بيها السكانة بعد. فأقول كل حلوة بالكون أي. تأمرني يا صاحب أمر وفراقهن يا الخوي ما شفت منه أمر. أمر أي نعم. الترك درب العشق قد جاء شيئا أمر أمر من دونها بنصها لوان أشعر بوحده الله. وبس الخلق نعرف حجم الجرح وحده أي نعم. ظلت بنفس استكاين مو فقط وحده بس استحيت وقلت باكر عجل هم أمر. الله 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 يسلمك يا حلاوه. استحيت وقلت باكر عجل هم مره. انا قلت ما زال لهالدرجه مستحيل ننهيها يعني هذه بعد ما بي انتوا اذا راح تقضوها يومي رايحين لهم شاي الناس ما عندي وزن. الناس ما عندي وزن لا شكر ولا شاي ابد بعد ما مزدي سلامتكم تعيشون وتسلمون. اخوي عبد السالم قال عندي مسك الختام عتابه. اي والله عتابه. اي والله بقضي دقيقه واسمعها منك يا اخوي. نهديهن طبعا بيت واحد الأهن العراقيين كلهم أمهن أي. والعمام الوزين يستاهلون. أقول هل سباع وبالملاقة شو أجير هل سباع وبالملاقة شو أجير نعمة حالك. هل سباع وبالملاقة شو أجير واكرم من مثمرات الشواجير. هل حزام الفشق واهل الشواجير التهلهل دوم بصدور العدة نعم والله. وهل عالين اهل العجل والطوخ بوقت الملاقة تقوس والطخ هل روس العوال ما توطخ بيوم اللي توطخ روس الارتاب نعم ونعم. وشدة وعنسر اهلنا وبير اقلهم وخشع تل الاعادي وبيرق الهم ايه. العشاير مسك واهلي بير اقلهم صخر وضدهم ديار وخراب الله 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 عليك. واقول هل حلول المصاعب للفاء هم وكملح بحكيهم للي فاهم للي فاهم يضحون بظناهم للي فاهم الدخيل الجاي شات اللزلمه الله الله الله. وسلامتكم استاذ عيش ابو عمر اخونا الشاعر تعيش بعز حياكم الله. شكرا جزيلا اخونا الشاعر عمر الشرابي. شكرا جزيلا اخونا الشاعر التركماني احمد اليعقوب شرفتونا وكنتوا مبدعين ومبدعين بحق. ان شاء الله يا رب نشوفكم بهذا الابداع مره ثانيه وشرفتونا بهذه الامسيه. شكرا جزيلا لضيوفي الاعزاء نلقاكم في الاسبوع المقبل من هذه الجوله المباركه في محافظه نينوى تحديدا مدينه الموصل الحدباء. تقبلوا تحيات كادر عمل من على التصوير والاخراج أيهم الفارس وأنا محدثكم محمود الدهيمة. في أمان الله.